أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم لقاء خاص، حلقة جديدة وموضوع جديد، وهو موضوع إثارة جدل بين الأجيال، فرح وحزن، أبواب مغلقة وأبواب تفتح. موضوعنا اليوم هو عن الثأر، ومعانا ومعاكم ضيوفي أستاذ عيسى الفلاح وسرحان عبد العليم. أهلا بحضراتكم. الله مرحبا. الله يبارك فيك أستاذ عيسى. تحت أمرك. كلمنا عن المشكلة اللي مع حضرتك. والله احنا قبل ما نطلع من منبر حضرتك نقول تحية خاصة للشعب المصري العظيم، وتحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية خاصة للقوات المسلحة، وتحية خاصة انظر للكاميرا يا أستاذ عيسى الذين أخلقت الأمن في الشارع المصري. انظر للكاميرا، انظر للكاميرا. معاك تمام، تحت أمرك. وتحياتنا لكل صغيرا وكبيرا في الدولة المصرية. طبعا الموضوع ده كل يوم مشاكل، كل يوم مشاكل. احنا في دولة ما تمثل القانون يا جماعة، مش واحد يضرب واحد يطلع تاني ابن عمه يروح ضربه وموته، واحد يقتل واحد يروح عامل اي حاجة، لا. واحد غلط فيك اطلع على مركز الشرطة اعمل محضر. احنا قلنا احنا في بلد ما تمثل القانون، ومحدش في الدولة دي على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي فوق القانون. كله تحت القانون. وبعدين طبعا الناس اللي ما تعمل مشاكل دي مع بعضيها، ده يضرب ده وده يضرب ده وده يستنظر ده، والبلد تبقى في غم وفي هم وفي مشاكل. يعني في شهر رمضان الكريم يعني بدل الناس ما تصوم وتزكي وتصلي في البيوت وتلتزم، لا، ده احنا شايفين مشاكل كبيرة، ده احنا شايفين الناس واجعة ببعضيها، يعني مشاكل كبيرة قوي، ودي ما ينفعش. احنا اكبر دولة في الشرق الاوسط 120 مليون، ما ينفعش ان احنا نعمل مشاكل. يعني مثلا يحصل مشكلة يتدخل رجال الخير ويدخل أستاذ عيسى. أستاذ عيسى احنا عايزين نعرف المشكلة الاساسية بالظبط. المشكلة هي الاساسية ان طبعا في رجل اتهم بالقتل، وطبعا جات الناس عملت معاه محضر صلح وعملت عدول ان الراجل ده ما قتلش. طبعا ابو ابن الراجل راح عمل استغاثه للرئيس عبد الفتاح السيسي انه يقدم لمصلحه السجون ان حصل عدول وحصل تصالح. مصلحه السجون مش هتقدر تقبله. طبعا عمل اللي هو لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مناشده، وعمل مناشده لمعالي اللي هو وزير الداخليه، وعمل مناشده لمعالي السيد رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان، وعمل مناشده لمعالي السيد المستشار رئيس المنطقه المصريه لحقوق الانسان، وعمل مناشده لمعالي السيد الدكتور رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وعمل مناشده لمعالي اللواء السيد رئيس مصلحه السجون. وفي طبعا ورق ما يثبت ان الراجل ده ما قتلش وحصل عدول. طب لا، الراجل ده يقعد تاني. وطبعا في قانون عنه يعني كده حصل صلح يا استاذ عيسى. تمام. طيب تمام، من وجهه نظر حضرتك طالما حصل صلح، ايه اللي يخلي متهم بريء زي دوت لم يقبل افراج عنه بالمنظر دوت لما هو حصل مصلحه صلح؟ السجون مش هتقدر تقبل الطلبات. ايوه، من وجهه نظر حضرتك ليه؟ ها؟ ليه؟ انا لا اعرف. لا، احنا ما بنقول احنا في دوله ما تمثل القانون، ثم الراجل اتحكم عليه ب10 سنوات وجد نص المده. طب هل ممكن يكون مثلا اعداء تانيين؟ نص المده لو عندك حسن سلوك وسير وسلوك ما تقعدش غير نص المده. دي الراجل دي قاعد لك دلوقتي، هو وغيره وغيره وغيره. مش لازم الراجل ده، كتير ناس كتير. واحنا اما نقول يا جماعه بلاش مشاكل، ده احنا في ايام عصيبه، ده احنا في زمن الكورونا، الناس قاعده جوه، الناس متعطله، كفايه اللي ما يحصل لنا، ومن الخارج ما يشتموا علينا ويتكلموا علينا ويقولوا ده ناس مش عارفه حاجه وناس جاهله لما تقتل بعضيها. واحنا اول دوله لها تاريخ مصر حضرتها 7000 سنه، ازاي يقتل؟ يعني ازاي تقتل؟ ده انت لما تلاقي طيب يا استاذ عيسى احنا
يعني عايزين نسمع برضو المشكلة بالتفاصيل أكتر. ممكن نسمع من الأستاذ سرحان. اتفضل يا فندم. المشكلة الأول أنا بوجه شكري لإدارة، أولا لإدارة سجن المنيا، سجن المنيا على كل شيء بيعملوه كويس لصالح المسجونين. وبوجه نداء للسيد رئيس الجمهورية والسيد مستشار النائب العام ومعالي السيد وزير الداخلية بطلب استغاثة بالموافقة على طلبي في الإفراج عن والدي، لأنه متوفر فيه جميع الشروط اللي بناء عليه بيفرج عن المسجون بإفراج العفو الشرطي، إن هو قضى نص المدة بيفرج عنه. أولا كانت القصة مشكلة معانا ومع عائلة تاني أسفرت عن قتل أحد الأشخاص من عائلة تاني خالص، بناء عليه بعديها تدخلت اهل الخير ورجال الامن. طب هل كان قتل خطا ولا قتل قتل خطا قتل خطا قتل خطا لكن عموما يعني ما دام القضيه وصلت قضيه قتل يعني بتصنف قتل عمد. لكن هنا في القضيه حتى كان متهم مع والدي عمي، وعمي خد في نفس القضيه ونفس الحكم بعد ما اتحكم عليه ب10 سنين، وبناء عليه الاهل المجني عليه غير اقوالهم وعدلوا اصروا اظهار الحق على الباطل في القضية المتهم فيها والدي، وأثبتوا في الشهر العقاري ما يفيد أن والدي ملوش أي دخل بالقتل أو بالقضية أو بما حدث يعني في القضية دي، وتوثقت الأوراق في الشهر العقاري وطلع عمي براءة بعد ما عمل إجراءات في القضية في نفس الحكم خد براءة، وبعديها أهل المجني عليه بعد ما غير أقوالهم اصطلحنا تحت مظلة الأمن القادة الحكيمة عندنا قيادات الامن في اسيوط في اي مشكله بتحصل قبل ما بتحصل المشكله اساسا. يعني ما فيش. طب هل كان الامن ليه دور في الصلح؟ طبعا طبعا الامن دايما الامن ليه دور في الصلح. الامن عامه يعني من سيد مدير الامن الاصغر حد في الداخليه عندنا في اسيوط ما بيستناش لما المشكله توصل لكده، لكن كان قضاء الله وقدر ان المشكله وصلت لكده وحصل قتل، وبناء عليه تدخلت رجال الامن والسيد رئيس المباحث. كان موجود السيد رئيس المباحث عقيد خالد الشريد من اكفأ وانظف واحسن الضباط اللي شفناها في اسيوط. طبعا هو ده دور شيخ عرب. الامن في حفظ مدير الأمن الناس وحفظ القيادات السيد مدير المباحث، وتكونت لجنه عرفيه تحت مظله الامن، وبناء عليه على لجنه التحكيم تحت القياده الحكيمه من مظله الامن السيد مدير الامن السيد العقيد خالد الشريد للسيد مفتش الشمال، اظهرت اللجنه العرفيه ان والدي ما فيش اي حاجه تثبت عليه في قتل المجني عليه. يعني كان بالبلد كده براءه فلان من مقتل المجني عليه، وبناء عليه بعد كده حصل الصلح وحصل في نسب بيننا من بعضينا احنا والاقسام، ولكن ابوي ما استفادش من الصلح. وده اللي انا جاي بناشد فيه سياده الراي والسيد النائب العام والسيد وزير الداخليه. والدي اتحكم عليه ب10 سنين وفي قانون اللي هو الخروج العفو الرئاسي على نص المده. الخروج على نص المده ده بيكون له شروط. الشروط بتكون ان هو على حسن سير وسلوك اولا جوه السجن، ما يكونش صدر منه اي مشاكل في طوال فتره العقوبه بتاعته، ما يكونش حصل منه اي شيء غلط يسيء لمصلحه السجن، يكون ملتزم جدا بقواعد ولوائح السجن، وده كله متوفر في والدي وتقرير اترفع من اداره مصلحه من اداره السجن المنيا لمصلحه السجون بيفيد بالكلام اللي انا بقوله. ثانيا يكون على حسن سير وسلوك خارجيا، يعني ما يكونش فيه مشاكل او ما يكونش فيه خطر عليه هو شخصيا. انا بناشد السيد رئيس مصلحه السجون بانه يعني يتقبل المناشده واستغاثه، لان هذا الرجل حصل معه دول وحصل تصالح. طيب الراجل ده يقعد لك دلوقتي؟ ما استفادش والدي من شروط العفو الشرطي لما اترفع الورق بتاعه في شهر 11/2019 واترفع لمصلحه السجون ورجع بالرفض، وكان سبب الرفض انه يعني سبب الرفض يعني سبب انا يعني اسف ما يعني ما شايفلوش اي اثبات في حاله والدي ان هو سبب خطر على الامن العام. اكيد ليه اعداء، ملوش اي اعداء. وبعدين لو ليه اعداء الكلام ده بيترافق في تقرير ويطلع على مصلحه السجون سواء جوه السجن او خارج السجن. طيب يطبق العفو الشرطي، يطبق يعني ابوي في مثل حالته وفي نفس الاحكام اللي هو محكوم عليه بيها، في ناس معاه خرجت عفو شرطي على نص المده كوامل، لكن نادرا ما اللي بيخرج اللي هو محكوم عليه بقتل. يعني فرضه محكوم عليه ب10 سنين، في ناس محكوم عليه ب10 سنين وخرجت نص المده، لكن نبص نلاقي اللي محكوم عليه بمخدرات 15 سنه واللي محكوم عليه بسرقه وقتل 10 سنين بيخرج على نص المده كوامل.
واللي زي والدي اللي قضيته مصطلح فيها ومقدم ما يثبت الصلح ونهاء الخصومة السرية يقول خطر على الأمن العام. ايه الخطورة اللي بيمثلها والدي او اللي زي والدي واللي في حالة والدي في صلح في قضيته؟ ايه الخطورة اللي بيمثلها على الأمن العام؟ ايه الخطورة اللي بيمثلها على الأمن العام؟ ما دام التقرير اللي جاي من السجن في صالحه، وما دام التقرير اللي جاي من مركز الشرطة في صالحه، مركز الشرطة اللي تابع ليه، كل التقارير بتفيد ان التقرير دي في صالح والدي وان والدي على حسن سير وسلوك، هو وكل اللي في القضية حصل فيها صلح. ايه اللي يخليني انا مثلا مسؤول يعطل الافراج عن الشخص ده وهو مثلا هو أداة، يعني أداة صلح بين الناس وأداة إنهاء خصومة، وعندنا القيادات الأمنية في المحافظة بتناشد وبتعمل مبادرات اسمها إنهاء الخصومات السائرية في الصعيد. أنا والدي محكوم عليه بعشر سنين وقضى نص المدة، وكل الشروط المتوافرة واللي هي المفروض تكون متوافرة في السجين موجودة فيه. يترفض ليه؟ ويترفض تحت بند خطر على الأمن العام، إيه الخطورة اللي بيمثلها والدي على الأمن العام؟ وإحنا ما نقول يعني بلاش مشاكل. يعني أنا تقدمت بكذا استغاثة يعني للسيد رئيس الجمهورية، للسيد وزير الداخلية، للسيد الدكتور رئيس مجلس الشعب، لمعالي السيد رئيس الوزراء، للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، تقدمت بكل دي الاستغاثات وخدت بيها أرقام للمتابعة وتقدمت بيها وخدوها منه وجبلوها وجبلوها طيب بكل تفاصيل. احنا معانا دلوقتي مداخلة للأستاذ أيمن المحامي، أيمن محمود. أيمن محفوظ. مساء الخير يا فندم. مساء النور. إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا فندم. يا ريت حضرتك تفيدنا في العفو الرئاسي. والله العفو الرئاسي يا فندم لازم يكون صدر على المتهم حكم جنائي بات وتام ونهائي. وبعدين يصدر العفو الرئاسي عن المتهم. طبعا احنا اولا بنستنكر الخصومات السائرية ايا ما كانت، وان احنا بنحترم احكام القضاء قبل اي شيء. يعني احنا بنتكلم على الحقوق اللي افرضها القانون وافرضها قرارات رئيس الجمهورية في الافراج عن المتهمين باقل من المده المحكومه عليهم بيها. انا برضو لسه للاسف متداخل دلوقتي، ف يعني انا مش عارف الموضوع اللي لسه بتكلموا فيه بالظبط يعني. الو، انت مش عارف الموضوع؟ مشكله سائريه يا فندم. ايوه مشكله سائريه، والمتهم ده قعد قدين المده. انت دخلت ازاي يعني على القناه؟ الو، حضرتك معانا؟ حضرتك عملت مداخله ازاي طالما انت مش عارف احنا بنتكلم في ايه؟ انا عارف انك بتتكلم في ايه. ظروف المتهم بتاعك ايه اللي بتطالب له بالافراج باقل من المده المحكوم عليه بيها؟ الافراج بالعفو الشرطي. العفو الشرطي. ايوه يا فندم. تمام. قدمنا المده. قدمنا المده عشان هو خمس سنين. هو قعد خمس سنين وست شهور. محكوم عليه ب10 سنين يا فندم. ايوه. محكوم عليه ب10 سنين. قضى اكثر من نص المده. قضى خمس سنين. ممكن يكون سلوك، لو انت عايز تسال ليه هو المتهم او المحكوم عليه ما اخلاش سبيل لغايه دلوقتي، لازم تسال الاول هل المتهم سلوكه في السجن سلوكه سيره سلوك محترمه. طيب يا سيدي، واحنا ضدك؟ لا انا ما قلتش. لا معلش، معذره، انا ما قلتش انت ضدي. انت ما تقول انا مش عارف الموضوع اللي هتكلم فيه. اللي هتكلم عندما تكون بتقدم شكوى تقول المتهم قضى مده معينه. ما احنا خد إيه؟ ما احنا قلنا كده خد يعني عشان اعرف ارد على حضرتك. بس انت ما خدتش يعني الحلقه من الاول. لو انت متابع الحلقه كنت هتعرف احنا بنتكلم في ايه. والله وهو انا عايز افيدك. وهو جدع ست حضرتك، انا مش شغال عند حضرتك يعني. يا استاذ ايمن، يا استاذ ايمن، يا باشا انا ما قلتلكش انت شغال عند حضرتي ولا شغال عند حد. انا لما اقول لك هو قعد خمس سنين وست شهور. وانت متخيل بقى انه مجرد اي متهم يقضي من 10 سنين نص المده معناه ان هو يخلى سبيله فورا يعني؟ لا احنا ما قلناش. احنا ما قلناش فورا. احنا ماشيين ورا طبعا القياده المصريه، والقياده المصريه عملت عفو على جميع انحاء الجمهوريه، على كل مسجون. لا عفو، ما عملتش عفو عن كل المتهمين. العفو يا استاذ ايمن، العفو يا استاذ ايمن، العفو الشرطي بيكون لما تكون متوافره الشروط للافراج عن المسجون.
طب ده اللي بكلمك فيه. الشروط متوافره في والدي، حسن سير وسلوك وتقرير مرفوع من اداره سجن المنيا لمصلحه السجون بيفيد عن حاله والدي في خلال المده اللي قضاها في سجن المنيا. واداره سجن المنيا رفعت تقرير لمصلحه السجون بيفيد ان والدي في خلال المده اللي قضاها مده العقوبه 5 سنين و6 شهور في اداره سجن المنيا ما حصلش منه اي مشكله وما حصلش منه اي شيء يعني مخالف للقواعد واللوائح بتاعت السجن تماما يعني. والله هو حضرتك سواء جوه السجن سواء جوه السجن او بره، لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا فندم. الافراج الشرطي يخضع برضه لتقديرات امنيه، ممكن يكون عدم الافراج عنه رغم انطباق الشروط عليه ده طبقا لكلام حضرتك في اعتبارات امنيه واعتبارات تخص الجهات في مصلحه السجون، فممكن يكون خطر عليه ان هو يخرج، لان الجهات الامنيه ممكن تشوف ان هذا المتهم رغم انطباق الشروط عليه وعدم الخروج من السجن رغم انقضاء المده المحدده وان هو يخرج من السجن، ان في ده اعتبار مش بس من خطوره المتهم، لكن قد يكون في الافراج عن المتهم خطر على حياته شخصيا. طب هو اذا حضرتك لازم تعرف ان مصلحه السجون بتحافظ على يا استاذ ايمن. ايوه يا فندم. إذا كان التقارير المرفوع من إدارة السجن ومن مركز الشرطة التابع لي والدي كله في صالحه. كله في صالحه. إيه المانع من الإفراج عنه؟ يعني هو التقرير المرفوع من مركز الشرطة إن ده راجل أولاً قبل ما يتهم في القضية راجل متعاون تعاون كامل مع إدارة مركز الشرطة في أي مشكلة في حل أي مشكلة بيكون هو أولاً وأخيراً بيكون هو المتصدر ليها. راجل محل في العرف يعني في راجل عرفي راجل على مدار تاريخه وكل المعروف عنه ان هو كان راجل مسالم وراجل خير في ايام ثوره 2011 من 2011 لغايه 2013 لغايه ما تولى الدوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه مواقف مشهوده في الاداره الامنيه وفي المديريه وفي مركز الشرطه. يكفي ان في القريه بتاعتنا تقع شركه تكرير البترول ما فيش اي مسؤول كان تحت في شركه البترول مسؤول عن حمايه شركه البترول طالما في ناس موجوده زي والدي وزي ناس تاني من القريه بتاعتنا من القرى المجاوره يعني راجل ما كانش ما فيش منه اي شيء ما خطور. عشان ما اطولش على حضرتك وبقول لسعادتك ان مش احنا اللي نقيم يعني الافراج الشرطي من عدمه، لكن اذا كان حضرتك كلامك مظبوط وان كل شروط ده تقارير يا فندم انا بقول بصوتي لصوتك وان شاء الله يا استاذ ايمن نتواصل مع السيد بعد السجون وفي الافراج عنه. طب بعدين يا استاذ ايمن اتفضل. اذا كان الكلام اللي انا بقوله لحضرتك كله مظبوط وموجود بتقارير من اداره سجن المنيا اولا ومن اداره مركز الشرطه عندنا في اسيوط كل الكلام اللي بقوله، هل يطبق يعني يتحط في لائحة الرفض بتاعت العفو خطر على الأمن العام؟ هل المسجون المحكوم عليه ب 10 سنين وقضى نص المدة وقبل ومجرد ما اتحكم عليه على طول في 2015 أهل المجني عليه تنازلوا عنه تنازل كامل في الشهر العقاري وحصل الصلح تحت مظلة الأمن وتحت القيادات الأمنية وتحت إدارة السيد مدير الأمن والسيد رئيس المباحث وكل ده موجود ومثبت بأدلة وبإثباتات وورق في الشهر أنا العقاري؟ بضم صوتي لصوتك ولو كان تقدر تتواصلوا معايا وتبعتوا لي الاوراق المحكوم عليه واذا كان في اي مشكله ان شاء الله. طيب سؤال يا فندم معلش مرني سؤال يا فندم هو ايه خطورته على الامن العام؟ يعني انا البند اللي انا بناشد فيه سياده الرئيس بالعفو عن والدي ايه خطوره والدي؟ ايه الخطوره اللي والدي بيمثلها على الامن العام؟ هل يعني يفرج اشوف ناس مع والدي في السجن في نفس السجن في سجن المنيا محكوم عليها ب 10 سنين قتل وحرق وفي ناس محكوم عليها بقتل وسرقه قواضيها قتل وسرقه بالاكراه وتطلع نص المده كامل بالظبط وناس محكوم عليها في قواضي مخدرات وقواضي سرقه تطلع بنص المده بالظبط وناس محكوم عليها بقواضي تهريب سلاح وتهريب اجاوب لحضرتك طيب؟ اتفضل اجاوب لحضرتك اتفضل اولا احنا دي هي بس المشكله يعني يا فندم المواطنين كلنا سواسيه
امام القانون. مفيش حد فوق مفيش حد في القانون. احنا في دوله يا استاذ ايمن، احنا في دوله، في دوله قانون، وفي دوله ما في، في احنا في دوله القانون فيها ما فيهوش واسطه، مفيش حاجه اسمها واسطه. يا ريت ندي للاستاذ ايمن فرصه عشان بس يجاوب يا فندم. احنا بنقول احنا في دوله القانون، فيعني يعني شايفين ان احنا انا بقول لحضرتك بس ارجوك تسمعني. اتفضل يا فندم. احنا كلنا زي ما انت قلت كلنا سواسيه امام القانون، واذا كان الشروط منطبقه عليه وعدم اخلاء سبيله الى هذه اللحظه وفقا للتقديرات الامنيه، فالتقديرات الامنيه هي حق اصيل للسلطه الامنيه في مصر، سلطة وزارة الداخلية. تقدير خطورة المتهم سواء كان خطورته على المجني عليه أو خطورة المجني عليه على المحكوم عليه، دي تقديرات أمنية ما نقدرش نحكم فيها إلا يعني اللي بيحكم فيها دوت رجال الأمن ورجال السلطة. فإحنا برضو يعني إذا كان في أي تعطيل في الأوراق أو كان في أي شكوى لحضرتك فورا رئيس مصلحة السجون، راجل متعاون جدا وبيقابل الناس ومكتبه مفتوح. فأنا بضم صوتي لصوتك. فندم أنا رحت مصلحة السجون. وإن شاء الله ربنا ييسر الحال ويقرأ سبيله بإذن الله. أنا رحت مصلحة السجون يا فندم، وحبيت أتقدم بشكوى التظلم للعفو الشرطي ورفضوا إن هم يسمعوا. إحنا بنشكر أستاذ أيمن محفوظ على المداخلة القانونية للإفراج الشرفي. الشرطي. يا ريت بقى، يا ريت كل عمدة في الدولة وكل شيخ بلد وشيخ خارة وشيخ حارة ومحكم لما يلاقي مشكلة يتصارعوا عليها عشان تتحل، عشان ما تكبرش. يا ريت. معانا العمدة مصطفى عثمان مداخلة. الو الو. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. الو. ايوه يا فندم مع حضرتك، سامعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مع حضرتك العمده مصطفى عثمان. يا مرحبا يا عمده. الله يحفظك. ايه راي حضرتك في القضيه المطروحه الان؟ نعم. ايه راي حضرتك في القضيه المطروحه حاليا دلوقتي؟ اللي هو بخصوص ايه؟ بخصوص الحل والمشاكل. بخصوص الثار يا فندم. والثار وكده. طبعا هو عندنا بالنسبه للقريه اللي عندنا هنا ابا البلد، طبعا بلد تجاريه وتعدادها لا يقل عن 100,000 نسمه، وطبعا مجال مجال القضايا الخاصه بالناحيه الامنيه يعني قليل، وباعتبار ان هي بلد تجاريه وتهمها كله في شغلها، انما هي من ناحيه الناحيه الامنيه مستقره وكل بني ادم فيها في شغله وفي حاله. وبالنسبه للخلافات الشخصيه بين العائلات مع بعضيها بتبقى طبعا في خلافات بسيطه كده بنسيطر عليها احنا بطريقتنا الخاصه وبنجتمع بيهم عندنا هنا في ديوان العيله وبنوقع الصلح بينهم وبين بعض وبنحل المشكله سواء كان خلاف مادي او خلاف عائلي بخصوص الزوجات او الاولاد او كذا او كذا من هذا القبيل يعني، فبنتمكن من ان احنا نحل ونوفق بين الاهل مع بعضيها. ده هو بالنسبه هو ده المطلوب يا عمده، هو ده المطلوب. وده ما يخفف اعباء عن الامن المصري. بالظبط كده، طبعا احنا يعني الحاج عيسى طبعا دي بلده وادرى بيها وعارف الوضع عندنا وحجم المشاكل اللي هي ممكن نحلها وممكن نسيطر عليها وما نشغلش الجهات الامنيه بيها. فطبعا احنا بنقوم بحلها وبنقوم بان احنا ننظم الامور دي مع بعضينا هنا اهل البلد مع بعض. العمده بيستعين بكام واحد من الاهالي المتعلمين المثقفين اللي هم ليهم سيطره على اهل البلد من الناحيه الامنيه. وربنا بيقدرنا وبنوفق بينهم
بما حل الله، والناس بتطلع متراضيه من عندنا، وبنخفف العبء على الساده الضباط والمسؤولين من في مركز الشرطه، وبالتالي العجله ماشيه بالنسبه لنا هنا، والامور مستقره ونحمد الله على كده. ده اللي هو ايوه طبعا المجاهدات الامنيه ليها حل، لها دور كبير في حل المشاكل. اه طبعا مش عايزه كلام، ولكن احنا هنا باعتبار ان احنا العائلات هنا مع بعضينا متشابكه، وفيه درجات قرابه متشابكه مع بعضينا، فبنتعاون مع بعض على قدر المستطاع على ان احنا ما نصعدش الامور ونشغل الجهات. هل لكم تواصل مع القيادات الامنيه في حل المشاكل؟ اه طبعا طبعا طبعا، وبنديهم خبر بكل مشكله وحلها، يعني كان في مشكله ومعها كذا كذا وحلها، حلينا كيت وكيت وكيت، وبيبقوا مقتنعين بالحلول بتاعتنا الحمد لله، وبيبقى نفسيتهم راضيه عن تصرفاتنا، وبالتالي هم برضو يعني مدينا يعني مساحه واسعه في ان احنا نحل المشاكل اللي زي كده، وبيساعدونا الناس وبيحضروا ناس امناء شرطه بتحضر برضو معانا هنا علشان برضو يوصلوا للمسؤولين طريقه الحلول اللي اتحلت بيها المشكله، والامور مستقره يعني الحمد لله. طب ايه المشاكل الكتير اللي حلتوها؟ زي ايه مثلا؟ عايزين توضيح. يعني تبص تلاقي بس عشان دي باعتبار انها بلد تجاريه بيبرز فيها الخلافات على فلوس عند شخص متاخر عليه بيها، عاوز يدخل معاه مقايضه، الفلوس اللي عنده ياخد بيها ارض او ياخد بيها عقار سكني او ياخد بيها كذا، واخد بالك؟ بحيث ان احنا ما نخليش المشاكل تروح المحكمه او تروح لمركز الشرطه ويبقى في محضر رسمي او حاجات زي كده. فبنحلها احنا هنا ونتعاون مع بعض طبعا ده شيء كويس ان انتوا بتساعدوا الناس ما توصلش للقضاء. اه طبعا مش عايزه كلام. بتخفف العبء. بيخفف العبء على الام. ما يخفف العبء على الام. نعم. اما يخفف العبء على الام. اه طبعا، ما هو دي مهمتنا. ما هي دي المهمه الاساسيه بتاعتنا احنا. هو ده المظبوط. امال يعني احنا يعني الامن لازم يعني دلوقتي اصبحت المشاكل اكتر والخلافات اكتر، ولو احنا هنترك البلد بدون من ان احنا نحل المشاكل دي ونبسط المسائل، هتتصاعد المشاكل دي وتروح لقسم الشرطه، وبالتالي بنشغل اذهانهم بحاجات ممكن السيطره عليها في داخل القريه، وبتتحل بصوره مرضيه جدا بالنسبه لمركز الشرطه والمسؤولين من الناحيه الامنيه. طبعا الناس الوطنيين اللي زي حضرتك ليهم دور كبير طبعا. الحمد لله، بيبقى يعني والله طبعا الحاج عيسى عندكم أدرى بكل الكلام. الله يحفظك يا عم. ودايما الراجل راجل محترم. الله يخليك. وراجل ليه بصمته في البلد هنا الحقيقه. برضو من ضمن الناس اللي هي احنا بنستعين بيها في حل المشاكل دي، هو عليه دور كبير الحاج عيسى. الله يخليك. بيحضر الناس دي، وبيأثر بطريقته الخاصة، وهو الحقيقة له أسلوبه وله طريقته مع الناس دي، له دلال عليهم، وخاصة أن هو راجل يعني بيجمع ما بين المزارع وما بين الرجل المثقف المحترم اللي له بصمة. عم عيسى من الناس اللي بتحب الوطن. الله يبارك فيك. اه طبعا، والحقيقه يعني ما كلام احنا لازم نقوله. الله يخليك يا عمده. دي هي البصمه النفسيه بتاعته. تسلم يا عمده، تسلم. الله يعزك يا عم. الله يحفظك. هو احنا بندي لك حقك يا عم. الله يخليك يا عمده، كل عام وانت بخير. انت طيب وانت طيب. الله يخليك، تسلم يا عمده. بنشكر حضرتك على توضيح وجهه النظر. نعم. وبنكمل مع ضيوفنا. تحت امرك. يا ريت بقى النهارده طبعا بدل المشاكل والالفاظ البذيئه، احنا عندنا هنا في الدوله برنامج معمول، انا دي مشاكل، انا عاوز اعرف البرنامج ده اما يجيب مشاكل، لما يقدم فن هادف، ولما يقدم اغنيه هادفه، ما غير
شتائم من اهل القاهره ومن اهل اسكندريه ومن عندنا في صعيد مصر، وزي ما تقولي اني غلايه شغاله في موقع التيك توك، شتائم بذيئه والفاظ بذيئه. يا ريت في مكتب في القاهره هنا يشوفوا الناس دي، ما كل شويه يقول لك مباحث الانترنت. هيقابل مين مباحث الانترنت؟ يقابل ده ولا يقابل ده ولا يقابل ده، ولا اللي قابل عاوز يغني، ولا اللي عايز يمثل، ولا اللي عاوز يشتم، ولا اللي عايز ده كتير جو ده. ده احنا مكبوتين، مش نيجي في شهر كريم رمضان صايمين بدل ما نزكي ونصلي اما نشتم واما نطلع الفاظ وسخه، وفي الاخر في الخارج اما يشتمونا واما يكونوا المصريين. الفاظ بس يا فندم، والله احنا بصي هيجينا جلطه، والله لا تجينا جلطه قريب وقبل ما نطلع من المدينه هنا على اللي حاصل ده. كل واحد يلم نفسه، بنات كتيره تشتم، رجاله كبيره تشتم، طب وبعد الشتيمه وانا هعمل لك كذا وانت مش عارف وانت هيحصل ايه معاك؟ هيحصل ايه؟ قله الادب دي، الفوضى اللي احنا فيها دي. استاذ سرحان، دلوقتي احنا عايزين نرجع للمشكله الاساسيه بتاعتنا، حضرتك تطلب ايه؟ انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه، السيد المستشار النائب العام، معالي السيد وزير الداخليه، معالي السيد رئيس مجلس النواب، بالافراج عن والدي واعطاه حقه مثله مثل اي مسجون كان محكوم عليه بنفس حكم. يعني يقدر نفس الحكم، مثلا الناس خرجت من عنده من نفس الغرفه بتاعته محكوم عليها ب 10 سنين و15 سنه وخرجت نص المده كمان، وما تحطش تحت في الملف بتاعها وريع ملفها مثلا ببند ان هو خطر على الامن العام. ايه الفرق بين والدي وايه الفرق؟ يعني الدوله في بتمر بظروف صعبه وبتمر بظروف، يعني الظروف دي احنا محنة. في امس الحاجه للالتزام فيها بكل المقاييس. احنا في محنه، احنا بنناشد الرئيس، احنا يعني طبعا احنا في الاحداث اللي بنمر بيها حاليا دي نتكاتف كلنا مع الدوله، مع الدوله ومفيش حد يخرج عن نطاق القانون ومفيش حد فوق القانون. ويعني واحنا في دوله ما تبص للقانون، عايزين حقنا مش اكتر. انا بناشد الرئيس، بناشد السيد رئيس الجمهوريه بالافراج عن والدي، ووالدي متوفره فيه جميع الشروط المطلوبه في الافراج في العفو وشرط العفو الرئاسي، ولم يستفيد من العفو مرتين. يطلع الورق، يتحرك الورق الملف بتاعه من اداره السجن لاداره مصلحه السجون، والورق الملف ينتظر المده القانونيه بتاعته ويرجع بعد كده بالرفض، وسبب الرفض خطر على الامن العام. ايه الخطوره اللي بيمثلها والدي؟ والدي متهم في قضيه قتل، القضيه تنازلوا عنها تماما، اهل المجني عليه تنازل عنه تماما ان هو ما عملش كده، ما تسببش في قتل اخوه، عملوا عدول ووثقوها في الشهر العقاري، وكان على ايد السيد رئيس مبيعها. ايه الخطوره اللي بيمثلها والدي؟ يعني والدي عشان متهم في قتل وكمان مصطلح وقضيه مصطلح فيها تماما يتخطر، واللي متهم في مخدرات ومتهم في سرقه بالاكراه وقتل يا عم عيسى، يطلع على نص المده بالظبط؟ لا. طب انا هنا فين؟ انا فين هنا حقي؟ احنا معنا اتصال تليفوني محمود المصري، وناشد السيد وزير الداخليه. مع حضرتك. اهلا وسهلا. يا ريت يعني الشرطه تشوف ايه المشكله، لان طالما حصل تصالح اكيد ان هو يطلع براء. اكيد يعني 100%، طالما حصل تصالح مع الطرف الثاني يبقى لازم يطلع براء. حصل تصالح وعدول، اكيد طبعا الدوله بتشوف كل الحاجات دي. مقاطعة، انقطع اتصال. الصلح حصل تحت مظلة الأمن، العدول وعدول المجني عليهم حصل تحت برضو القيادة الأمنية الحكيمة عندنا، ومفيش حاجة تمت في القضية كلها من أولها لآخرة إلا كانت تحت منصة الأمن وتحت القيادات الأمنية. يعني مفيش أي حاجة حصلت في القضية من أولها لآخرها الا اذا كانت الاداره عندنا في مركز الشرطه على علم بيها بكل كبيره وصغيره فيها. ويا ريت بقى، يا ريت كل راجل ابنه سايق موتوسيكل، سايق تروسيكل، سايق توك توك، يوطي الصوت، ما يعملش غوغاء وضوضاء للناس، والناس تطلع تشبط في بعضيها تموت بعضيها. كل واحد يقول لابنه انت طالع تشتغل، طب بلاش الغلط ده، بلاش الفوضى اللي انت طيب عم عيسى، بلاش الشاغل عم عيسى، كلمني بس جاول.
بالراحة بس، واحدة واحدة، كلمني كده، هل انت بتحل مشاكل البلد عندك؟ هل المشاكل اللي هي بتحدث في البلد عندك هل انت بتحلها؟ اما يحلها العمدة والمشايخ والناس والناس الخيرة، وكل واحد ما يفتح بيته قبل الموضوع ما يكبر اما يتحل، وممكن الموضوع يوصل للأمن ويتحل برضه طبعا تاني. اكيد ليك تدخلاتك طبعا باسلوبك الجميل والمقبول ده. اي حد، كل الناس خيره، كل الناس عم تعمل خير، اي واحد ما يحصل مشكله يا ريت يتصارع، لان هو الخير الكبير. طيب ده. يا عم عيسى، ممكن تقول لنا كده مشكله من المشاكل اللي انت حلتها؟ من المشكله انا حل... والله مشاكل، مثال يعني مشاكل كتيره، يعني زي ما قال لك العمده كده، ممكن واحد يعني يتعارك مع واحد عشان حته في الحد، او تعارك مع واحد اما يسجي عاوز يسجي قبليه، او واحد عايز ورث مرته، او تحصل المشكله وتكبر ويحصل ضرب. بلاش، في قانون، البلد دي فيها قانون، واحد غلط فيك اطلع مركز الشرطه اعمله محضر، واحد خد حقك منك او اغتصب منك حاجه اطلع اعمل محضر وهتاخد حقك، مش على طول اروح مطلع مطوه وضربه اطلع. لازم يكون للقيادات الامنيه دوت، ها؟ الميدانية دور، لازم يكون للقيادات الميدانية دور. القيادات ما لها دور كبير قوي، القيادات هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ هيتبع المثير الشغب ولا يتبع تاجر المخدرات ولا يتبع الحرامي ولا يتبع المشاكل ولا يشوف بيته ولا يشوف شغله؟ كل الناس بصي مضغوطة، كل الناس في الدولة المصرية من الفلاح للوزير مضغوط وعليها طبعا عبادة. عشان الظروف اللي احنا بنمر بيها والوباء وكله، بنقول بقى الله يكون في عون الناس. انت ما هي مصر كانت كده؟ لا طبعا ما كانتش كده، يعني عندك احداث 25 يناير دي ما هي احداث مصاوره، بس طبعا احنا عندنا انجازات كتير بتحدث في البلد دلوقتي. بصي الشعب كان منسلك وكان منثبت في الطرق وكان اما يتنهب، النهارده الامن اوجد واخلق الامن في الشرع المصري، يعني عمل استقرار، ما نقدرش ننكر ده، ولا انه كنا نعيش في غابه وفوضى وكل اللي تلاقي التاني يضربه يسرقه يخطف منه؟ ما ينفعش، دي بلد لها تاريخ، احنا اما نضيع تاريخنا بيدنا. البرنامج اللي ما يحصل عليه ده، واحده بره ريم الشمري في الكويت راحت شتمه العماله المصريه ككل. طب العماله المصريه دي هي اللي ما تبني لك مشاريع وتبني لك وتعمل لك حياه عملاقه في بلدك؟ مش رايحين يخدموك زي انت ما قلتي، ده رايحين يشتغلوا بحرامهم. طبعا دي اعمال شخصيه وهي يعني عامله كده من دماغها، لكن لا ده بصي ريم الشامري ومبارك البغيري وواحده برلمانيه كويسه كويسه بينهم وبين مصر، شرسه على مصر بقى. ان احنا بنقول تحياتنا لاهل الكويت حكومة وشعبا، واللي ما يغلط في شعب مصر ولا في العمالة المصرية هي ما بتمثلش شعب الكويت، هي ما بتمثلش شعب الكويت، لا يمثل الا نفسه. انما النهارده طبعا احنا عايشين في حكاية كبيرة قوي، شتائم بذيئة والفاظ غير الفاظ سكية، احنا فيها الحضارة فيها التاريخ فيها بلد العلماء فيها بلد المفكرين، احنا بنعمل في كده لا في انفسنا في ايه بالظبط؟ احنا رايحين فين؟ دي كتير علينا، الناس قاعده جوه، ناس مكبوته، مش تبقى مكبوت وقاعد جوه وتشوف حاجات على برامج تتقافل، دي تتقافل، يا تقدم فن جميل يا حاجه نظيفه يا تسكت يا اخي، حرام عليك اللي انت ما تعمله ده، ودي يشتم واحد يضرب واحده ودي تطلع تقول مش عارفاه، مش عاوزين يعني نسكت طبعا. السلوكيات دي مش مقبوله طبعا يا استاذ عيسى، طبعا مش مقبوله، عيب ده عيب، مش احنا اكبر من كده، احنا دوله عريقه 120 مليون نسمه. طيب نرجع تاني للاستاذ سرحان نستكمل. بنناشد الرئيس بس يعني ينظر لحالتنا، يعني السيد الرئيس ما بيسيبش كبيره وصغيره في الدوله، يعني عنده الشعب كله سواسية، و
البلد في الوضع اللي هي فيها، يعني زي ما قلت حضرتك لازم نكون متكاتفين كلنا، ولازم كلنا نكون ملتزمين بجميع اللوائح والقوانين وجميع الشروط، لازم نكون ملتزمين في كل شيء، في كل شيء نكون ملتزمين. انا كمواطن والدي محبوس وشايف ان والدي اولا واخيرا اتظلم واتحكم عليه بعشر سنين، وده كان حكم قضاء ما فيش مفر فيه وما فيش راجعه فيه، وايا كان حكم القضاء ما فيش فيص، ما فيش كلمه فوق كلمه القانون، رضينا بحكم الله وحكم القانون. اتحط نزل قانون العفو الرئاسي والعفو الشرطي نص المده، مطبق علينا الشروط ومطبق علينا الافراج. ليه لما يترفع ورق والدي او يترفع ملف والدي او ايا كان في حالته يترفض؟ ايه الخطوره برضو؟ ارجع تاني واقول ايه الخطوره اللي بيمثلها على الامن العام؟ طب هو اللي بيمثل خطوره على الامن العام تاجر المخدرات ولا المتهم في قتل وقضيته انتهت؟ اي ان هو فيهم اللي بيمثل خطوره، اللي بيمثل خطوره مثير الشغب، مثير الشغب المخدرات، تاجر المخدرات والحرامي. ابص الاقي في نفس الناس اللي طلعت ملفها مع والدي ناس محكوم عليها ب 15 سنه، وناس محكوم عليها ب 10 سنين، وناس محكوم عليها بسبع سنين، وكلها في قواضي، مع احترامي في اللفظ، قواضي اغلبها قواضي مخله زي قواضي السرقه، قتل وسرقه بالاكراه، مخدرات، هتك عرض وقتل برضو لو بحثت في الملفات المفرج عنها، تمام، في عفو العيد هتلاقي القواضي دي المفرج عنهم تحت عفو شرط الاحكام والقواضي، يعني الحكم ايه والقضيه ايه ومفرج عنهم. طب انا والدي ما استفادش ليه؟ يعني النقد الطعن اتعمل اتقدم في الطعن اسباب الحكم واترفض الطعن في 2018، بعد ما اترفض الطعن قدمت بتظلم للسيد النائب العام. استاذ سرحان، ان شاء الله مناشدتك هتوصل لسياده الرئيس او لاي جهه مسؤوله. اتمنى بعد اذنك يا عميسه، بعد اذنك، دي كانت مناشده للسيد رئيس الجمهوريه تظلم، وتقدمت بيه في مكتب الرئاسه، مكتب شكاوى الرئاسه في مجلس ال في قصر عبدين، عشان نوصل صوتك في قصر عبدين. ده محضر الصلح، محضر الصلح والتنازل، محضر الصلح بتاع القضيه بتاعتنا والتنازل. دي العدول اللي مغيرين فيها الاقسام. استاذ سرحان، انا أقول، يعني عايز اقول لك ان ممكن يكون في بعض الاجراءات لسه ما فيش اي اجراء، ممكن ما فيش، لا القانون والاجراءات معروفه واضحه جدا. انا سالت محامي واثنين وثلاث، ما لم يكن خطر على الامن العام، ما لم يكن حصلت منه اي مشكله داخل السجن، والدي في الفتره اللي قضاها ما بقولش انها مشكله، اجراءات ورقيه حاجات، ما فيش اي اجراء ناقص، ما فيش اي اجراء ناقص في الورق، ملفه لو الملف بتاعه ناقص الملف ما يتحركش من السجن. احنا بس لما نناشد المسؤولين، نناشد السيد رئيس الجمهوريه اولا، المسؤولين ما كل المسؤولين، السيد رئيس الجمهوريه اولا، المسؤولين والسيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس الجمهوريه اولا. طب المحامي اللي تبع القضيه قال لك ايه؟ القضيه بعد ما انتهت، بعد ما اترفض الطعن شكلا وموضوعا، القضيه ما تتبعش المحامي، تنتظر الافراج. الحكم بات نهائي وموضوعي، الحكم نهائي، اتعمل طعن، الطعن اترفض، بقي الحكم نهائي، اصبح حكم نهائي، يقضي نص المده، ما حصلش منه اي مشكله، ما حصلش منه اي تجاوز خارج عن لوائح السجن وقانون السجن، يخرج نص المده، عفو شرط نص المده، 10 سنين يقضي 5 سنين كامل. قبل انتهاء الخمس سنين بشهرين بالظبط اترفع الورق بتاعه لمصلحه السجون ورجع بالرفض. ورجع بالرفض، بعد ست شهور يوم 5/4 اترفع الملف تاني بتاريخ 5/4/2020 ورجع بتاريخ 12/5 بالرفض. ورجع بتاريخ 12/5، في ناس مع والدي في نفس السجن اترفع ملفاتهم مع والدي وطلعوا واغلبيهم احكامهم زي احكام والدي. الا ناس يعني معينه او ناس قليله، مثلا حوالي 10-15 شخص احكام قتل واحكام سلاح رجعت بالرفض. منهم كان ملف والدي للمره الثانيه. ومن اول مره يترفع ملف واحد مثلا محكوم عليه بمخدرات وواخد 15 سنه يطلع على 7 سنين ونص كوامل. واحد محكوم عليه ب 10 سنين قتل وحرق يطلع على 5 سنين كوامل. طب يعني انا بناشد الرئيس بس بالنظر في حالتنا. بالافراج عن والدي. النظر على اللي بيحصل على الساحه ده. احنا مناش المسؤولين ورئيس الدوله بيختار. انا تقدمت بتظلمات في جميع المؤسسات وجميع المكاتب الشكاوي اللي عاملها سياده الرئيس في الدوله،
مكتب شكاوى رئاسة الجمهورية، مكتب حقوق الإنسان، مكتب السيد وزير الداخلية، مكتب السيد رئيس الوزراء، مكتب السيد رئيس مجلس الشعب، كلهم مشكورين. تقدمت بالشكاوى وأعطوني أرقام للتواصل معهم وتواصلت معهم بعد كده، ولكن الملف التظلمات اللي قدمتها وخدوها رحلت يعني ترحلت من عندهم من مكاتبهم لمصلحة السجون للنظر فيها في مصلحة السجون. فمصلحة السجون ردت أنه يعاد عرض الملف بعد 6 شهور من تاريخ الرفض. اتعاد رفع الملف بعد 6 شهور من تاريخ الرفض واترفض تاني. فأنا عايزين بس مش عايزين أكتر من حقنا. مش عايزين أكتر من حقنا. وبالمناسبة والدي بقاله 5 سنين في سجن المنيا. سجن المنيا شديد الحراسة في عنبر 3. عنبر 3. بتروح له زيارات؟ بروح له زيارات طبعا. بس من ساعة ما الجائحة اللي حصلت والوباء اللي حصل واتمنعت الزيارات، واتمنعت الزيارات لصالحنا ولصالح الأهالينا. لصالحنا ولصالح عشان الفيروس. اتمنعت لصالحنا ربنا ينجي مصر وينجي إدارة السجن. إدارة السجن أحسن وأنظف إدارة، والسجن بقالنا 5 سنين منزور ما شفناش أي شيء يزعلنا أو يضايقنا أو يضايق أهلنا في السجن. أنظف زيارات، وعامة يعني لما بنروح الزيارة ما بناخدش معانا إلا بس حياة خفيفة، إنه كل شيء متوفر جوه السجن، كل شيء. يمكن العيشة جوه الاهتمام بيهم في إدارة السجن مهتمة. إحنا بيدخل إحنا في أثناء الزيارة بيدخل السيد المأمور شعبان بن عباس يعني بيطمن على الأهالي والمساجين، في حاجة ناقصاكم؟ يتعامل معانا معاملة أدمية جدا جدا جدا. السيد الرائد محمد بن عادل الناس من أنظف الناس، وتعاملهم معانا ومع المساجين أحسن تعامل وتعامل كويس جدا. لكن احنا في الأول وفي الآخر مغلوب على أمرنا، وما قدمناش إلا احنا نقدم تظلمنا وشكوتنا للسيد المسؤولين والسيد رئيس الجمهورية على رأسه بالإفراج عن والدي. إلا وإذا كانت هم شايفين مثلا السيد المسؤولين شايفين إن في الإفراج عنه شيء خارج عن القانون، لا احنا ما فيش حد فوق القانون وراضيين وخاضعين لأوامر القانون والحكم القانون 100%. طيب أوكي، شكرا يا أستاذ سرحان. عايزين من حضرتك يا عم عيسى بقى كلمة أخيرة تحب تقولها لنا قبل الختام. أنا كلمة أخيرة؟ والله أنا عايز الحكومة والرئيس والدولة تقف جنب إخواتنا المغتربين. إخواتنا وولادنا المغتربين. طبعا الناس اللي عايزة تيجي والكورونا والفيروس اللي خرب الدنيا، يعني احنا زهقنا. بصي الحكومه ليها اطلع زفير اخد تاني زفير، بدل ما اخد شهيك لا ما اخد زفير تاني. عاوزين نرتاح بقى من دي ونفك الحظر والمساجد تفتح والناس تصلي والمحلات تشتغل، لان مع ايه الاجراءات دي يا فندم بتقوم بيها الحكومه؟ لان الشعب بصي الشعب دي اجراءات احترازيه عشان سلامتنا جميعا. انا انت كل ما تساليني وتيجي وارد عليكي اما تروح يا مش عاوزين اقول، الشعب معدوم، كل الناس معدومه قاعده جوه. عاوزين بقى نفك الحظر بالتدريج علشان خاطر ونتبهل دي برضه والمطهر عشان خاطر الناس تعبت. الناس تلتزم، في ناس مش لاقيه تجيب اكل وشرب. الناس تلتزم وانا نتكلم في الهواء، لا في ناس تعبانه وفي ناس شغاله وفي ناس كانت لما تطير في عقارات معاه الفلوس تقدر تعيش سنة واثنين وثلاثة، في ناس مش قادرة تعيش. عايزين بقى نفكوا الحظر عشان اللي مشتغل يوم بيوم يعرف يعيش وياكل ويجيب لبيته. ده كله صالح الشعب يا عم، ولا يسرق؟ ده كله صالح الشعب يا عم، ما هيطلع يسرق هيعمل فوضى ويعمل شغب ويوقف الحال. شكرا يا استاذ عيسى، تحت امرك. شكرا شكرا لحضراتكم. مشاهدينا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، استنونا في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم لقاء خاص.